متشكر جدا على الدعوة من اسم الكارديولوجي للمحاضرة دي. تمام، انا محمد فؤاد، مدرس مخ وعصاب ومدير وحدة الستروك يونت في عين شمس تخصصي. هنتكلم على الستروك ان كاث لاب. طبعا الستروك كاث لاب دي اعتقد كومبليكيشن بتقلق اي كارديولوجي شغال، ان هو شغال بعد ما يخلص تمام العين يخرج بستروك. تمام، الانسس بتاعتها مش كبيرة قوي الحمد لله، هي من 0.03% ل 0.3% لو انا بعمل دياجنوستيك بروسيدر، لكن لو بعمل بي سي اي او حاجه زي كده النسبه دي بتعلى من 0.3 لغايه 0.4. ايه السبب؟ ان انا لما بستخدم بي سي اي بستخدم لارج بور جايدنج كاستر، ممكن تبقى مور تروماتيك خلاص، فممكن يحصل معاها مور كومبليكيشن اكتر. اني بيشنتس عرضه اكتر لقصه ان هم ستروك ان بوست ستروك؟ يعني الستروك بتبقى ممكن نقسم الفاكتورز دي لحاجتين، فاكتورز ريليتد للبيشنت وفاكتور ريليتد للبروسيدر نفسها. البيشنتس المور سسبتبل اكتر، تمام، هنقولهم بعد كده. هي طبعا هي السبب الستروك عاده ان كاث لاب او بعد القسطره، تمام، تبقى فراجمنتيشن اثروسكلوتيك بليكس. تمام، الفراجمنتس دي بتروح تعمل امبوليزم، تقفل اي ارتري سواء ارتري كبيره او ارتري صغير. تمام، وعلى حسب الارتري المقفول تبقى كلينيكال بيكتشر الموجود. ممكن طب سبب تاني غير الفراجمنتيشن اوف ثرومبس ان يبقى عندي اير او كوليسترول امبوليزم او في ثرومبس فورميشن عند تيب اوف كاستر. تمام، دي الاسباب اللي بتعمل حاجه زي كده. وطبعا عاده اشهر فراجمنتيشن بيحصل من الارش اوف اورتا او من الثوراتيك اورتا. لو انا دخلت عملت فراجمنتيشن الامبولس بتطلع لفوق تقفل الارتري لفوق. البيشنتس سسبتبل للقصه دي هم الهايبرتنسيف، الديابيتيك، الناس اللي عندها رينال امبيرمنت، البيشنت ويز باست هيستوري of stroke او patients with advanced coronary artery disease. هم دول high risk patients، تمام، اللي ممكن يبقى susceptible لان هو يجيله stroke after cardiac catheterization. برضو الناس اللي عندها low ejection fraction، تمام، دول بيبقى برضو very susceptible ل post stroke. تمام، وبالذات لما باجي بعمل ventriculography. تمام، فده لازم اخلي بالي خلاص. لو عندي عيان زي ده ممكن حتى avoid الventriculography لو انا هقدر avoid it. البروسيدر نفسها ممكن تبقى مرتبطه بالريسك اوف ستروك خلاص. يمكن اشهر سببين، تمام، او اكتر اتنين ريكوجنايز فاكتور يعملوا الستروك لما اصور وقت طويل لونجر فلوروسكوبيك تايم، ده بيبقى مور سسبتبل ان هو عيني يجيله ستروك بعدها. تمام، او لو بستخدم اللارج كاليبر كاثر زي ما احنا قلنا، تمام، اللي هي ممكن تبقى مور تروماتيك. دول اكتر اتنين فاكتورز اخلي بالي منهم. اعتقد لو انا عندي هاي ريسك بيشنت زي مثلا لو اجكشن فراكشن، هايبرتنسيف، دايابيتك، تمام، اخلي بالي اقلل الفلوروسكوبيك تايم وما استخدمش التروماتيك كاستر وانا شغال. ده اللي احنا قلناه. برونجد فلوروسكوبي مي بي ريفلكشن اوف كومبلكس بروسيدر، وانا قدر الامكان احاول افويد القصه دي في الهاي ريسك بيشنتس. المايكرو امبولاي بنقسمها نوعين، السوليد مايكرو امبولاي وجازيوس مايكرو امبولاي. تمام، السوليد مايكرو امبولاي اللي هي بتيجي نيجل فراجمنتيشن اوف اثروتيك بليك، تمام، وجازيوس امبولاي اللي هي بتيجي انجكشن اوف كونتراست اند سالاين. اللي يعمل مشكله اكتر السوليد امبولاي اكتر من الجازيوس امبولاي، على الرغم ان الجازيوس امبولاي مور كومن. لو انا عندي عيان هاي ريسك بيشنت، تمام، ممكن اعمل له ترانس اوسوفاجيال ايكو قبل ما اشتغل القسطره. لو لقيت ان انا عندي اثيروما او اثيروس بريك في الارشف اورتا او في الاستراتيك اورتا، ممكن افويد خالص الفيمورال ابروتش وادخل بريكر او راديال، تمام، بحيث افويد حاجه زي كده. ودي اعتقد ممكن تبقى واحد لو انا شايف هاي ريسك بيشنت قبل ما ادخل القسطره اعمله تي اي. لو لقيت في عنده اثيروتيك بريك في الاورتا افويد خالص وادخل راديال او بريكر عشان افويد قصه الفراجمنتيشن اوف ثرومبس. عاده بنشوف المايكرو امبولاي مور كومن ديورنج البروسيدر الاتيه، لما اجي اعمل دخل الكاستر واجي اعمل كاستر فلاشنج او كونتراست انجكشن او فنتروجرافي. هم دول لقوا ان دول اكتر بروسيدرز وقت القسطره بيبقوا اسوشيتد بالمايكرو امبولاي. دي القصه اللي احنا قلناها. لو انا شاكر في بيشنت اعمله تي اي قبل ما يدخل، تمام، لقيت ان في حاجه ادخل راديال بدل ما ادخل فيمورال ابروش عشان ما يحصلش مشكله. في حتى ناس بتقترح ان انا اعمل تي اي كود بي يوزد تو اندفاي ريسك بيشنتس تو هاف موبايل اثروسكوبيك بليكس، اعملها لو انا شاكك في بيشنت هاي ريسك بيشنت. طيب
طبعا افرض انا لقيت بقى عيان زي ده، يعني انا عندي عيان هاي ريسك بيشنت خلاص ولازم اعمل له القسطره، خلاص اخد بالي ان انا العيان ده يبقى ويل هايدريتد بيفور الاوبريشن، تمام، ما استخدمش حاجات تروماتيك، تمام، اقلل التايم بتاع الفلوروسكوبي، تمام، وما اعملش فنتروجرافي قدر الامكان تو افويد ستروك بوست ستروك، تمام. عاده الستروك خلاص بتحصل ايميديتلي افتر البروسيدر، تمام، يعني العين بعد ما يخرج، تمام، يبتدي ديفلوب السيمتومز خلاص، وعلى حسب الارتري المقفول بتحصل السيمتوم. زي ما تقول احمد قال، لو ارتري ام سي اي مقفول كبير هتلاقي العين خارج بدنس هيمي باريسز بافيزيا بجيس بريفرنس سيرب كونشس ليفل، لكن لو ارتري برانش من الام سي اي صغير اتقفل ممكن تلاقي ديفيسيت بسيط، مايل فيشيال ويكنس او ويكنس في الابر ليمب، حاجه بسيطه، تمام. طبعا على حسب كل حاجه هنقول ايه اللي ممكن نعمله بعد كده. وطبعا لقينا ان في 15% من الناس ممكن يبقى سيمتوماتيك، يعني ممكن واحد يجي له انفاركشن، تمام، وما تعملش اي اعراض واكتشفها بالصدفه، اجي اعمل ام ار اي فول اب ام اي بدا الاقي ان عنده ستروك، تمام. ده غالبا لو برانش صغير قوي 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 مقفول، تمام، ممكن ما يعملش اي اعراض لعين يلاحظها. دي الكومن سيمتومز اللي لقوها بتحصل في العيانين اللي بيجي لهم بوست بيجي لهم ستروك افتر كاتيتر، تمام، الاكتر فيجوال بروبلمز، تمام، والهيمي باريسز والفيشيال اسيمتري. عاده لقوا ان الاوتكم بتاع العيانين اللي بيجي لهم ستروك بعد الكاتيتر ممكن يبقاش كويس قوي، تمام، وده بسبب ان الثرومبس غالبا بتبقى كبيره، تمام، فبتقفل قطر كبير فبيخلي البروجنوزس بعد كده مش حلو، تمام. بس هنقول ازاي نافويد حاجه زي كده. الاول ازاي اشخص الموضوع ده، يعني انا عملت قسطره العيان خلاص والعيان بعد ما خرج من القسطره، تمام، جه اشتكى ان انا بقي معوج شويه، ان انا لساني تقيل خلاص، ان انا عندي ويكنس مثلا في ايديا او رجليا خلاص. عاده عشان الموست افيلبل تول في الاكزامينشن الموجوده في اي مستشفى السي تي على طول، تمام، لكن مشكله السي تي ان هو مش سنسيتيف، تمام، ممكن لو انفاركشن في اول 48 ساعه ما يبينهاش خلاص. المور سنسيتيف لو قابل في اي مستشفى هو الام ار اي، تمام. دي الصوره، تمام، بتاع السي تي اتعملت على طول بعد ما العيان السي تي ما بينش حاجه، لكن لو عملت ام ار اي برين وبالذات عمل حاجه اسمها ديفيوجن ويتد ايمج، تمام، اللي هو على اليمين، تمام، باين حجم الانفاركشن. فلو عندي فاسيلتي لام ار اي اعمل ام ار اي احسن، ما عنديش ام ار اي اعمل سي تي، وهدف السي تي ان انا ارول اوت ان في انترا سيربرال هيموريدج خلاص، وابتدي اشتغل على هذا الاساس، يعني ادي علاج على هذا الاساس. في سي تي كويس، في ام ار اي هيبقى احسن، تمام، عرفت اعمل ام ار اي كويس. فايده الام ار اي ان هو هيبين لي حجم الانفاركشن عامله ازاي، تمام. فلو انفاركشن زي دي خلاص دي واخد الانتيريو ديفيجن بتاع الام سي اي، تمام، فانا عارف ان انا اختيارات العلاج قصادي مثلا هتبقى تي بي اي، تمام، غير لما يكون تطلع انفاركشن كبيره، تمام، فانا اقول لا ده ممكن يعملوا ميكانيكال ثرومبكتومي زي ما الدكتور احمد قال بالسوليتير. ده منظر التريتوريز بتاعتنا، تمام، ده اول حاجه على الشمال، تمام، ده البي سي اي تريتوري انفاركشن، تمام، اللي في النص ده الانتيريو سيريبرال تريتوري انفاركشن، واللي في النص ده اللي اخر واحد ده الميدل سيريبرال ارتري انفاركشن. في ساينز في السي تي، تمام، ممكن لو لقيتها، تمام، تقول لي ان العين ده ممكن يجي له او ممكن تجي له انفاركشن كبيره، بنسميها ايرلي اسكيميك سي تي ساينز، تمام. احد اهم هذه الساينز، تمام، ان انا الاقي افيسمنت للسلكاي هنا، يعني انا شايف السلكاي هنا مفتوحه كويس لكن السلكاي هنا مش باينه كويس، هنا حاسس ان في اديما، تمام، كله هوموجينس، هنا لا، تمام. فدي ممكن ايرلي ساين ان العين ده هيديفلوب ام سي اي انفاركشن. في ساين تانية مهم قوي بنسميها هايبر دنس ام سي اي انفاركشن، تمام، ده الام سي اي ميدل سيربرال ارتري، والميدل سيربرال ارتري فيه ثرومبس، الثرومبس دي فيها كالسيوم فباين هايبر دنس بالمنظر ده، تمام. فهايبر دنس ام سي اي انفاركشن دي نوت ان انا عندي الام سي اي كله مقفول، تمام، فالعين ده هيديفلوب بعد كده ام سي اي انفاركشن كبير. دي طول عشان لو الام ار اي مش موجود خلاص ولقيت الفايندنج زي في السي تي يبقى خلي بالي العين ده ام سي اي انفاركشن، يبقى التدخل بتاعه غالبا هيبقى ميكانيكال ثرومبكتومي مش تي بي اي، لو طبعا في الويندو ليست. يعني السي تي هدفه الاساسي ان انا رول اوت هيموراجيك ستروك. في برضو طول تانية ممكن اشخص بيها مايكرو امبولاي، بس عاده يعني مش ابليكابل قوي، ان انا بعمل تي سي دي للعيان ترانسكرانيال دوبلر، تمام، ترانسكرانيال دوبلر ده بيركب على الويندوز بتاعته، تمام، وممكن من صوت البلاد فلو اقدر ابيز فيه مايكرو امبولاي او لا، بس ده يعني حاجه مش فيزابل قوي ومش ابليكابل
تمام، هي بس فور ريسيرش بيربزز. طبعا الميزه الكبيره قوي قوي قوي، لو انا العيان ده جاله ستروك خلاص وانا لسه ما شلتش الفيمورال شيز، تمام، دي هتبقى ميزه قويه قوي. تمام، ليه بقى؟ ان انا هيخليني ممكن اعمل انجيوجرافي، سيريبرال انجيوجرافي، واشوف المشكله فين، واتدخل واعمل ميكانيكال ثرومبكتومي لو لقيت ان الارتري مقفول كبير اتنا كاروتيد او ام سي اي. فيعني العيان حظه كويس لو هو يبقى جاله ستروك تمام وهو لسه فيمورال شيز موجود، ده بيخلي بيوفر وقت ان اركب شيس، بيخلي الامور اسهل بعد كده. فده عين يبقى حظه كويس يعني، يعني كل ما الشيس يبقى راكب تمام كل ما يبقى فرصته في العلاج احسن. ده طبعا دكتور احمد شرح الكلام ده، ده المنظر بتاع الانجيوجرافي، ده الانترنال كاروتيد وده الام سي اي وده الاي سي اي وده البازلال ارتري والاثنين بي سي اي. دكتور احمد شرح الكلام ده، ده المنظر بتاع عيان عنده ام سي اي اوكلوجن تمام، الانترنال كاروتيد طلع بعد كده حصل اوكلوجن في الام 1 سيجمنت بتاع الام سي اي. فده طبعا ده زي ما دكتور احمد قال ده الموست ديفاستيتنج بيشنت بالنسبه لنا خلاص. ده البيشنت ده هو هيجي له دنس هيمين باريسز ديسترب كونشس ليفل افيزيا وجيز، وعاده البروجنوز بتاعه بيبقى وحش خالص، فهو ده لازم اخلي بالي منه تمام. طبعا زي الكارديولوجي بالظبط، زي ما في ال تي اي ام اي سكور، احنا عندنا برضو تي اي سي اي سكور اللي بيقيس السيريبرال بيرفيوجن. احنا طبعا بقينا نقلد الكارديولوجي شويه، يعني الكارديولوجي يعني كان زمان الكارديولوجي هم مش شغالين في بي سي اي، احنا ما كناش شغالين في القصه دي قوي. دلوقتي اعتقد لما بيجي لنا عيان جاي بيكتشر بتاعت اوكلوجن بتاع لارج فيسل اتنا كارد او ام سي اي تمام، وجاي في الويندو 6 ساعات تمام، جايد لاينز دلوقتي بتقول ان انا اعمل ميكانيكال ثروبكتومي للعيان تمام. كان زمان لغايه مثلا 2015 الكلام ده ما كانش موجود، 2016 بدات تطلع ترايلز كتيره تمام، قالت لا لو انا عندي فيسل كبير مقفول اتنا كاروتيد ام سي اي ام 1 سيجمنت بلازا بتاع الام سي اي في اوله او بازل الارتري وجعان جاي في الويندو 6 ساعات، ممكن اعمل ميكانيكال ثرومبكتومي للعيان بالديفايس الدكتور احمد قال عليه اللي هو ميكانيكال بالسوليتير ديفايس تمام. نفس الفكره بتاعت الكارديولوجي، فيري ايرلي ريكانلايزيشن اوف اوكلود ارتري از ا كريتيكال ستيب فور تريتمنت اوف بوث ديزيزز ايذر ام اي اور انفاركشن بالنسبه لنا. وانا اعتقد في بالنسبه في الانفاركشن الموضوع كل شويه بيتطور، يعني لسه في جايد لاينز نازله بيقولوا ان الاستفاد لا، وكمان الام 2 سيجمنت اوكلوجن بتاع الام سي اي ممكن يستفيد برضو بالميكانيكال ثرومبكتومي. فاعتقد مع تطور الوقت تمام، مع ديفايسز بتطلع اكتر، ده هيخلي الموضوع فيزبل اكتر سواء لاني برانشز للام سي اي. هدفي انا انقذ البرين، يعني في مقوله شهيره عندنا اسمها تايم از برين تمام. انا اول ما حصل فيسل ارتري اول ما حصل يحصل فيسل اوكلوجن في اريا بتبقى ديد تيشو على طول تمام، لكن في اريا حواليها اسمها البنامبرا تمام، اللي هي لونها اورنج تمام، هي دي الاريا اللي انا بشتغل عليها، هي دي الاريا اللي ممكن تبقى سلفاشت خلاص، هي دي اللي ممكن الحقها تمام. بدل ما العين بيخرج ديفيسيت كبير قد كده يخرج بديفيسيت صغير تمام، هي دي اللي انا بشتغل عليها، هي دي اللي انا بحاول الحقها تمام. فلازم ابقى سريع قدر الامكان وانا بتعامل مع حاجه زي كده، عشان كده العين اللي حظه كويس هو يبقى لازم يركب الشيس، ده اموره بتمشي احسن. ايه المشاكل اللي ممكن تبقى مختلفه شويه في النيوجي عن الكارديولوجي؟ اول مشكله خلاص ان عاده الكلوت اللي بتبقى قفله الارتري بتبقى ماتش اولدر تمام وهاردر ذان ذا كلوتس بتاعت تقفل الكورونرز، يعني مثلا تبقى ثرومبس موجوده بقى لها فتره في الاورشف اورت خلاص وطلعت تمام، تبقى مور هارد تمام. فلما اجي استخدم ثرومبوليتك ايجنت ده تي بي اي ممكن ما اعرفش ادوبها. المشكله الثانيه تمام ان عاده الفوليوم بتاعه الامبولس تمام بتبقى كبيره تمام، فالارتري بتقفل اكبر تمام، فبرضه الثرومبس الكبيره دي او الامبولس الكبيره عشان اشتغل عليها بثرومبوليتك ثيرابي ممكن ما يجيبش نتيجه تمام. دي حتى ساعات بنشوف في بعض الحالات الريكومنديشنز دلوقتي عندنا في الستروك، لو عين جاي مثلا ايفن حتى في الويند تايم ويندو بتاعه ام جاب ام سي انفاركشن ام سي اي مقفول او انت كنت اسمه مقفول خلاص، ادي العيان ده تي بي اي عشان ما ضيعش وقت تمام، وبعد ما ادي تي بي اي اعمل له سي تي انجيوجرافي تمام، واشوف الفيسل فتح ولا ما فتحش، ما فتحش ادخل اعمل ميكانيكال ثرومبكتومي تمام. بالظبط تمام. التاني مشكله طبعا او تالت مشكله ان عاده الاكسترا كرينيال ارتريز تمام ممكن تبقى كويت تورشس، فممكن تاخد وقت شويه وانا بدخل الاسطر.
طبعا يعني ككارديولوجي بالنسبه لنا خلاص، لو انت مدرب ان انت تتعامل مع الـ مع الـ مع الـ مع الام سي اي او الاي سي اي مفيش مشكله بالنسبه لنا. لكن بالنسبه لنا مهم جدا لما يحصل اي حاجه او تستدعي الستروك تيم تمام، وفيهم الانترفنشن تمام، عشان لو محتاج نعمل انترفنشن نتحرك بسرعه. طبعا مفيش جايد لاينز صريحه نتعامل مع الحالات اللي زي دي، لكن اعتقد احنا بنعملها اكني بحمل حاله اكيوت ستروك عاديه تمام. جايالي اكيوت ستروك عاديه تمام، عندي طريقتين للثرومبولايسس، يا اما انترافينوس ثرومبولايسس تمام، دواء موجود ومتوفر اللي هو تي بي اي تيشو بلازميشن اكتيفيتور خلاص. الدواء ده بيتاخد التايم ويندو بتاعته اول 4 ساعات ونص من الاونست اوف ستروك تمام، بيتاخد انترافينوس 10% من الدوز بتاخد كابولس تمام في الاول، وبعد كده 90% من الدوز بتاخد على انفيوجن على مدار ساعه، ما فيهوش مشكله خالص. هو بس ليه لسته كده الكونترا انديكيشنز خلاص، بسال العين قبل ما ياخد التي بي اي، ومست ان هو حاجه سريعه يعني، ده هجيبه من الصيدليه انترافينوس على طول، ما فيش يعني 5 دقايق هيبقى العين معلقه تمام. فده الميزه اللي فيه. الكونتر انديكيشن بتاعته بقى منها اباف 80 ايج اباف 80 خلاص، ان انا لو عندي بليدنج تندنسي ما اعرفش قد ايه تمام، لو عندي ايفيدنس عندي ام سي اي انفارشن كبير، ده عرضه ان هو يجي له هيموراجيك ترانسفورميشن بعدها تمام. لا ستريبتوكاينيز واليوروكاينيز دول اتعمل لهم كذا ترايل عندنا وقالوا لا ان هم مش افكتيف بالنسبه لنا تمام، بيعملوا هيموراجيك ترانسفورميشن اكتر بكتير. فالدواء الوحيد الثرومبوليتيك واخد اف دي ابروفال ثرومبوليتيك ثيرابي هو التي بي اي او تيشو بلازمز اكتيفيتور بالظبط. حتى الكونتر انديكيشنز زي اللي هو الاتش اباف 80 دلوقتي ساعات احنا بنخترق الموضوع ده تمام، يعني ممكن العين 82 سنه 83 سنه ايه المشكله تمام، بندي يعني احنا لقينا نتائجه كويسه يعني نتائجه كويسه، فليه تحرم العين من فرصه ممكن يستفيد منها تمام. فبندي هي المشكله مثلا ايه اكتر مشكله، لو عين مثلا ماشي على ماريفان او ماشي على زاليرتو خلاص، هي دي المشكله بقى خلاص. لو الاين ار بتاعه عالي عرضه ان هو يجي له هيموراجيك ترانسفورميشن بعدها، عشان كده لو بعمل اي ان ار لعيان لو 1.7 او اكتر ما بديش طبعا تمام، اقل من كده ممكن ادي وابقى عارف ان في ريسك بسيط ممكن يحصل هيموراجيك ترانسفورميشن. طبعا الطريقه البدائل الثانيه في حاجتين اللي هي انترا ارتيريال ثرومبولايسيس او ميكانيكال ثرومبكتومي. انترا ارتيريال ثرومبولايسيس دي طلعت قبل الميكانيكال ثرومبكتومي واتعمل كذا ترايل عليها، بس يعني الامور ما مشيتش قوي يعني تمام. هي فكرتها خلاص ان انا الترايلز اللي هي برو اكت 1 وبرو اكت 2 فكرتها ان انا بدخل بمايكرو كاثيتر وبحقن يا اما تي بي اي او برو يوروكارينيز تمام في الثرومبس نفسها تمام. انترا ارتيريال ثرومبولايسيس ليها بايد تايم ويندو 6 ساعات تمام، نتائجها ما كانتش كويسه قوي، وعشان كده معظم الناس دلوقتي بتستخدم الميكانيكال ثرومبكتومي تمام. زي ما الدكتور احمد قال احنا عندنا كذا 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 ديفايس طلعوا تمام، كان عندنا ديفايس طلع في الاول اسمه ميرسي ديفايس وبقاش نستخدمه دلوقتي، في ديفايس اسمه بينامبرا كان بيعمل اسبيريشن للثرومبس، والموست يوز دلوقتي اللي هو سوليتير ديفايس اللي هو كلوت ريتريفر ديفايس ديفايس ده طبعا شكل السوليتير زي ما دكتور احمد شرح الكلام ده تمام. ده المنظر قبل السوليتير، العين كان عنده ام سي اي اكلوجن، بعد ما استخدمنا السوليتير والثرومبس اتشالت الام سي اي فتح كويس قوي. طبعا ادفانتج بتاعت الميكانيكال ثرومبكتومي خلاص ان انا ببقى شايف الثرومبس خلاص، قادر احدد حجمها، متاكد ان انا شلتها، واصور العيان بعدها اتاكد ان حصل ريبرفيوجن تمام. في ترايل معموله كبيره قوي على الميكانيكال ثرومبكتومي اسمها مستر كلين ترايل، كانت معموله في الميكانيكال ثرومبكتومي في 6 ساعات تمام من الاونست، والترايل دي جابت نتائج كويسه قوي، دي من احد الترايلز اللي بدا الترند بتاع الميكانيكال ثرومبكتومي يزيد قوي من اول 2016 تمام. حتى معظم العينين دول خلاص كان الفكره قلت عليها، العين يجي في التايم ويندو يتحقن تي بي اي واعمله سي تي انجو لقيت الارتري فتح تمام خلاص بقف، لقيت الارتري ما فتحش بدخل اعمل ميكانيكال ثرومبكتومي. ده التيك هوم مسج او الكونكلوجن بتاعت المحاضره تمام. ستروك الحمد لله اذا رير كومبليكيشن بات ديفاستيتي كومبليكيشن افتر كارديك كاثترايزيشن، لازم اخلي بالي ان في حاجات ليها علاقه بالبروسيدور نفسها وعلاقه ليها علاقه بالريسك بيشنت. لو انا عندي بيشنت ات هاي ريسك تمام، اخد بالي وانا بشتغل اقلل الفلوسكوبيك تايم واعمل افويد فنتروجرافي قدر الامكان. طبعا الاهم حاجه، بس اهم حاجه العين لو مركب
شيس فيمورال شيس اخليه في مكانه وانده الستروك تيم عشان لو في حاجه ممكن تتعمل نقدر نعملها. تمام ثانك يو. بشكر الدكتور محمد فؤاد المحاضرة الشيقة استفدنا منها فعلا. واللي هي سؤال يعني واحنا شغالين